الدنيا ما نصفتني، الدنيا عمالة تنطح فيا يمين وشمال. انت عارفة بيقولوا الدنيا دي عاملة زي بلاص المش، تفتح النفس لكن كلها دود. ياه ده انت باين عليك تعبتي قوي يا بنت يا تميمة في حياتك. قولي اتمرمط. امال ابوكي وامك فين؟ شوفي يا ستي، انا عشت حياتي كلها واتجوزت راجل طلع عيني وعين اللي جابوني، وفي الاخر اكتشفت ان انا بنت حرام. او النبي طلعت بنت حرام، لا عرف لي اصل ولا فصل. ما تاخديش في بالك، انا طول عمري كده عايشه في غم وهم. انت عارفه العيال اللي بتشم الكلة انا عامله زيهم، ان عشت يوم كده من غير هم ما اعرفش اعيش. طب قولي لي ايه اللي حصل بالظبط اما الزفت جابر حطك في القبر؟ بعد الشر عليكي كده يا شيخه نونا، انت عارفه يعني الواحد لما يتقفل عليه باب قبر يبقى مش فاضل له حاجه كده غير ان هو بس الملائكه تحاسبه. يا لهوي يا لهوي على اللي جرالي واللي حصل لي. حسيت ان مفيش حاجه تستاهل، وان انا مضيعه عمري كله بعافر عشان اخلص من جابر، ورايحه يمين وشمال عشان ادور على امي وابويا. بس لما نزلت تحت القبر وبقيت لوحدي افتكرت كل كلمه كان بيقولها الشيخ زياد في خطبه الجمعه. عرفت يعني ايه في القبر محدش هينفعك، لا امك ولا ابوكي ولا اخوكي. تعرفي يا ست نونا، اول ما اتقفل عليا باب القبر الدنيا اتسدت في وشي. اول مره اشوف كومه عظم، البني ادم شويه عظم ولا يسوى اي حاجه. بني ادم اللي عامل فيها فرعون متجبر ومتكبر، عايز ياخد حقه وحق غيره، بيدوس على الناس ويذلهم، وهو شويه عظم لو امه وابوه شافوه حتى مش هيعرفوه. اتعلمت كتير قوي، الواحد في الدنيا دي مش محتاج غير اللقمه والهدمه، والزياده على كده يبقى طمع. وعلى راي المثل، الدنيا مع مين؟ مع العمي والمكسحين. بس الدنيا ما تحبش اللي يديها وشه تدوس عليه، الدنيا تحب اللي يعافر ويدوحر فيها. يعافر ومين عافر مع الدنيا ما بلعتوش في بطنها؟ هتخليكي فوق، محدش يقدر يدوس لك على طرف، هتخليكي قوية، مفيش واحد زي جابر الواطي يقدر يعمل لك حاجة. هو أنت عايزة مني إيه بالظبط؟ الناس اللي جولك في الزار وشافوا اللي بختها مال والشياطين مبهدلينها مش هينسوكي أبدا. خلاص هم صدقوا إن الجنية حبيتك وإن الغيب بقى في جعبتك. أيوة بس الغيب ما يعلموش غير ربنا. مديحة مش هتسكت، هتقول لكل الناس اللي يسألوها على اللي شافته، ازاي بتي في القبر يوم بليله وازاي خرجتي. خلاص انت بقيتي مبروكه والناس هتجيلك من كل مكان، واحنا شطارتنا بقى نستغل ده. على راي المثل، الاعور في بلاد العمي كحل العين. اعور يا بت؟ ده انت قمر، ده انت بدر بنور، ده انت طاقه خير ونور واتفتحت لنا. يعني الدنيا اتفتحت لي؟ اه بس انت قولي لها هاتي اللي عندك وهي هتديكي اكتر ما انت عاوزه، بس تسمعي كلامي. وماله؟ مش يمكن اتنصف؟